تعمل الإمارات دوما على الاستثمار في قدرات الإنسان، وتعتبر المشاريع الإغاثية والتنموية مواصلة للنهج الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ما يسهم في تحقيق رفعة المجتمعات الشقيقة والصديقة وتقدمها وازدهارها. اليوم يضرب أبناء زايد أروع الأمثلة في توثيق روابط التراحم. اليوم مشاهدينا نتوقف لنتراحم في مدينة شيتا كونغ في بنغلاديش، أو المدينة الخضراء كما يسمونها سكانها. في هذه المنطقة يجتمع جمال الطبيعة بجمال أهلها، ولكن كانوا بحاجة إلى أن يتجملوا بالعلم، وهذا ما عمل عليه أبناء القلوب الرحيمة ليؤسسوا من بيت الشارقة الخيري. ساهموا في بناء جامعة هي كانت الأساس نحو مستقبل أفضل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. إيماناً من مؤسسة بيت الشارقة الخيري بأن الاستثمار في الإنسان البديل الناجح والمستديم للثروات الزائلة، تسعى المؤسسة سعياً حثيثاً في تنمية القدرات والارتقاء بإمكانية الشباب في المجتمعات المستهدفة، كونه الاستثمار الأمثل في مجال التنمية البشرية والرهان غير الخاسر في مضمار مستقبل قوي قائم على سواعد شباب متعلم متسلح بالعلم والمعرفة. دكتور قاضي الدين، نتحدث في البداية عن هذه الجامعة. وجودها في هذه المنطقة إلى أي مدى سهلت وساعدت بانتساب الطلاب بأعداد كبيرة جدا؟ الحمد لله، أسسنا هذه الجامعة 1995 ميلادي في ثلاثة أقسام، فيها قسم إدارة الأعمال تابع لكلية التجارة، وقسم الحاسب الآلي والهندسة تابع لكلية الهندسة، وقسم القرآن وعلومه تابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. ونحن هذه تأسيس هذه الجامعة بدأت الفكرة من التسعينات، لأن قبلها ما كانت الموافقة من الحكومة وما كانت الموافقة من البرلمان لفتح الجامعة الخاصة. 1992 ميلادي في البرلمان وافق الذين يرغبون لفتح الجامعات الخاصة، قدموا الطلب، ثم نحن قدمنا فورا، و 94 ميلادي حصلنا رخصة من وزارة التعليم العالي، ثم 95 ميلادي بدأت الدراسة فيها. وهذه المدينة مدينة العاصمة التجارية، وبعد العاصمة أكبر مدينة وأحسن مدينة وأجمل مدينة في بنغلاديش. الحمد لله هذه الجامعة جنبها موجود الجبال، وجنبها موجود أيضا النهر، والسكة الحديدية موجودة إلى جميع مناطق بنغلاديش، الطلاب يذهبون وبالسهولة يأتون إلى هذه الجامعة. وأيضا جنبها تقريبا بعد كيلو البحر، خليج البنغال. وانتشرت سمعة الجامعة في أنحاء البلاد والدول المجاورة كلها، الدور وسمعة طيبة جدا، فلذا الطلاب من داخل المدينة ومن خارج المدينة من بعيد يرغبون لالتحاق هذه الجامعة. وأيضا في طلبة يرغبون، وحاليا موجود أيضا أكثر من 300 طالب من الوافدين، طلاب من الصين، طلاب من نيبال، طلاب من سريلانكا، طلاب من ميانمار، طلاب من الهند، طلاب من مالديف وغيره، وأيضا من طلاب من نيجيريا ومن الصومال. الحمد لله دور الجامعة دور كبير للبلد لانتشار العلم، الحمد لله. وهذه الجامعة عندنا في الجامعات الخاصة حوالي 95 جامعة، وهذه الجامعة أكبر جامعة
الجامعة الخاصة. توجهت المؤسسة إلى ولاية شيتاكونغ لتطلع على هموم الشباب في تلك المنطقة وتبدأ في رسم متطلبات المستقبل وتحدياته التي تستوجب البحث باستمرار لوضع الحلول القائمة على دعم الابتكارات والمواهب والقدرات الشبابية، فتحمي المكتسبات وتحقق الطموحات التي تصب في خدمة المجتمع على كافة الأصعدة. دكتور، بعد أكثر من 10 سنوات من بناء هذه الجامعة تم تقديم طلب لمؤسسة بيت الشارقة الخيرية لبناء كلية التجارة. خبرنا عن أهمية وجود هذه الكلية أيضا ضمن الكليات الموجودة في الجامعة. الحمد لله الآن عند المجتمع خاصة عند الشباب أكثرهم يرغبون يدرسون كلية التجارة، فلذلك للجامعة أكبر طلبة العدد أكثر في هذه الكلية. فلذا نحن لما قدمنا الطلب إلى بيت الشارقة الخيري وأيضا الشيخ محمد الخيال رحمه الله له دور كبير والشيخ وافق فورا لبناء هذا المبنى الكبير هذه لكلية التجارة. نحن هذا الدور الكبير لبيت الشارقة الخيري، المسؤولين الحاليين جزاهم الله خير لهم دعم كبير لهذه الجامعة. طيب المبنى هذه تقريبا 10,000 قدم مربع في كل دور، وتقريبا 60 فصول دراسية موجودة في هذه الكلية، وأيضا فيها عدد الطلبة في كلية التجارة في قسم إدارة الأعمال أكثر من 4,000. الآن هذا المبنى ما يكفي، يحتاج مبنى آخر. نحن الآن عملنا قبل شهر مبنى بالصندقة للفصول الدراسية عشان هذا ما يكفي، يحتاج مبنى آخر أكبر من هذه. والآن في المبنى الصندقة هذه الطلاب صبوا حار كثير يحرجون، فلذا نحن نتوقع ونطلب من مسؤولين بيت الشارقة الخيري لما هم بدأوا لدعم هذه الكلية ونريد أيضا مبنى آخر لهذه الكلية. حرص القائمون على بيت الشارقة الخيري على الاهتمام بجانب التعليم في الولاية، فقامت ببناء كلية الدراسات التجارية بالجامعة الإسلامية العالمية للأخذ بالمجتمع إلى آفاق أكثر رحابة في التقدم والتميز، لتحقق قفزات جديدة تحسب لهم اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا.
لعل هذه المشاريع المتنوعة في رسالتها دليل على أن الإمارات بلاد الخير والعطاء في كل ميادين العمل الإنساني. فهذه الخطوة فسحت هذه الأيادي البيضاء لعدد كبير من الطلبة المعسرين فرصا للتعلم والتسلح بالمعرفة، لتتقدم هذه المجتمعات بشبابها الذين وصلوا لمرحلة عالية من الكفاءة. دكتور، أيضا عدد الطلاب الملتزمين والدارسين في هذه الجامعة يصل إلى 12,000 طالب، وفي كلية التجارة يصل عددهم إلى 8,000 طالب. نتكلم عن هذا العدد الكبير، هل هناك خطط لوجود كليات أخرى يتم بناها في الجامعة؟ هل تم التخطيط إلى ذلك؟ هل تم الطلب من قبل الطلاب بأن يكون هناك تخصصات أخرى أيضا موجودة؟ عندنا الحمد لله حاليا تقريبا 12 قسم موجودة في الجامعة. بعد كلية التجارة أكبر كلية هذه كلية الهندسة، فيها 3 أقسام: قسم الحاسب الآلي والهندسة، قسم الإلكترونيك والهندسة، وأيضا قسم الصيدلة. فيها 3 أقسام، وأيضا أهمية كلية الهندسة أهمية كبيرة، والطلاب أيضا يرغبون للالتحاق في هذه الكلية الهندسة أيضا رغبة شديدة. بعد كلية التجارة أكثر طلبة في كلية الهندسة، وعندنا أيضا موجودة كلية القانون، وأيضا موجودة في كلية الشريعة، والموجودة أيضا فيها كلية الآداب، منها فيها قسم الإنجليزية وغيرها. جميل. طيب دكتور، أيضا هذه الجامعة هي تراعي أصحاب الدخل المحدود، هناك إعفاء للرسوم للبعض، هناك أيضا تساهلات عند البعض الآخر، وهناك من أيضا يدفع الرسوم كاملة. كيف يتم التعامل مع الطلبة من ذوي الدخل المحدود، بما أن هذه الكلية أيضا تأسست بأيادي خيرة من دولة الإمارات وأيضا من إمارة الشارقة؟ الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة دور كبير لدعم هذه الجامعة. نحن من طرف الحكومة ومن طرف المؤسسة الأخرى من المؤسسة الشيخ زايد رحمه الله، هم مؤسسة الشاب دعم كبير أيضا لمبنى كلية الهندسة. هناك بنوا لدعم المؤسسة الشيخ زايد رحمه الله أكبر مبنى، ونحتاج أيضا نحن مبنى آخر لمجمع كلية الهندسة. نحن إن شاء الله نتوقع قريبا سنبدأ مبنى آخر لكلية الهندسة أيضا، ونحن أسأل أن هذا المبنى هذه الجامعة ليست جامعة تجارية، هذا جامعة وقفي، فلذا نحن نأخذ رسوم الدراسة رمزي، لأن الجامعات الأخرى تأخذ رسوم أضعاف، ونحن نأخذ رسوم رمزي، لأن في البلد الطلاب الفقراء أكثر من طلاب الأغنياء، نحن نأخذ رسوم قليل جدا، ومن الرسوم الحمد لله نحن نأخذ قليل لكن تغطي مصاريف التشغيلية من هذا الرسوم. ونحن بدعم خاصة من الخليج، دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المملكة العربية السعودية وغيرها، لدعم لبناء هذه الجامعة. مثلا فيها مبنى سكن الطلبة ومبنى فصول الدراسية أخرى، أيضا فيها دعم كله من بداية تأسيس هذه الجامعة. الحمد لله هذا دور كبير من الخليج لدول الخليج. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء، ونشكرك على حسن هذه الاستضافة. وبجانب هذا البناء العلمي، تكفلت الهيئة بتكاليف تعليم عدد من الأيتام داخل هذه الكلية، فعكست مدى الاهتمام بمفهوم الثقافة، وتكرس نهج التراحم بين أبناء الإمارات وشعوب المنطقة، فخففت من وطأة الحاجة وحاربت الفقر الفكري، وأنعشت الآمال لمستقبل أكثر ازدهاراً لفئة الشباب.
عبد الله، بما أنك أنت أحد المنتسبين لكلية التجارة، كيف ترى هذه الكلية لها أهمية كبيرة بتسهيل الدراسة، أيضا دراسة التخصص الذي أنت تريده؟ نعم، في الحقيقة التحقت بهذه الجامعة واخترت قسم إدارة الأعمال. لما لهذا القسم من أهمية كبيرة في بلدنا، حيث أنه يعطي فرص عمل أوسع من المجالات الأخرى، وبالتأكيد أنا أحاول بكل جد أن أقوم بالجهد المطلوب بعون الله. عبدالله، ماذا تطمح بأن تصبح بعد أن تتخرج من كلية التجارة؟ ما هي طموحاتك؟ ما هي رؤيتك المستقبلية لحياتك في الوظيفة؟ في الحقيقة بعد التخرج من هذه الكلية من قسم إدارة الأعمال، سأقوم بدور بارز في مكافحة البطالة في بلدنا، كما سأجتهد بالعمل على تكوين أجيال ناشئة متقدمة من خلال تقديم المساعدة والتسهيلات لهم. بدأت الهيئة ببناء هذه الكلية في العام 2009، وانتهت خلال فترة قصيرة لم تتجاوز السنين. في العام 2011 تم افتتاح أبوابها أمام الطلبة لتبدأ بإنشاء جيل مدعوماً ثقافياً ومادياً بأيادي بيضاء إماراتية. عبدالله، هل ترى بأنك قادر بأن تصنع الفارق في المستقبل أنت وزملائك في هذه الكلية؟ هل ترى بأن أيادي الخير التي صنعت هذه الكلية وبنتها أيضا في هذه الجامعة ضمن التخصصات اللي موجودة، هل ترى بأنك قادر على صنع الفارق في بنغلاديش؟ نعم، بإذن الله أريد بعد التخرج من هنا من قسم إدارة الأعمال أن أكافح البطالة، وهذه الكلية لها دور رائد في مجال الأعمال ومكافحة البطالة، وهي التي سأعمل من أجل التخلص منها في بلدنا. عبدالله، اليوم نحن نأتي إلى هنا من الإمارات ومن الشارقة، وأيضا بدعوة من أيادي الخير التي بنت هذه الكلية، لنكون معكم قلبا وقالب يدا بيد لصنع الفارق لتطوير المجتمعات في بنغلاديش وخارج بنغلاديش أيضا. ماذا تقول لكل أيادي الخير التي ساهمت في بناء هذه الكلية؟ نعم، بالطبع أنا أشكركم شكرا كبيرا، وأنا موجود بينكم هنا، فهذا المبنى تحفة وهدية من جهتكم، فنشكركم بعد الله عز وجل، وهذه فرصة سانحة لنهل العلم والمعرفة، فهذا المبنى يوفر فرصا كثيرة وكبيرة لجميع الطلبة الذين فقدوا حيزا للتعليم. شكرا لكم ولأياديكم الخيرة في هذا البلد الخير المعطاء الذي منحنا فرصة التعليم بهذه الطريقة الحية، وشكراً لمساندتكم لنا. عبدالله، يعني نتمنى لك التوفيق في حياتك الدراسية وأيضاً في حياتك العملية مستقبلاً، وشكراً لك. ليس بغريب على هذه البقعة الطيبة أن تتصدر المشهد على صعيد العمل الإنساني، فشيم المحبة والتآلف ما زالت مرتبطة بنا ما دمنا في ظل قيادة أعطت مفهوم الاستثمار في الشباب
أولوية كبيرة، فليس لنا إلا أن نحمد الله على هذه النعمة ونرسل من خلال هذه المشاهد رسالة للبشرية عنوانها دوما وتراحم. مشاهدينا الكرام، منذ سنوات مضت اجتمعت الأيادي المعطاءة المحبة للخير المحبة للسلام والتراحم تحت سقف بيت الشارقة الخيرية لتبني هذه الكلية في بنغلاديش، لتستثمر بالإنسان، تبني وتؤسس مجتمعات قادرة على أن تمضي في حياتها نحو مستقبل أفضل. إلى اللقاء.